السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا أمين الله. علي علي ومحت وصل سيد المعنات، سرك يا علي ظل غامض ومبهم، اشقد دجال فتحت صفة التاريخ، لكن باب علمك يا علي محكم. علي ومحمد يعرفك بس رسول الله، ورب خالقك بس هم بيك يعلم، ببطن الكعبة انت يا علي المولود، وهاي اول فضيله اللي نتكلم، فرح كل شيء بوجودك يا علي البيت، انفتح هاي الجدار رجلك تبسم، وتشرف فيه ربنا مولودك، مولاي ودموع الفرح يجري من زمزم، ودموع الفرح يجري من زمزم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تقبل الله الزياره، الله يحفظك ان شاء الله، ميزان حسناتك يا ربي، نورتنا تواجدك وشرفتنا في ارض الجوادين. شكرا لتلبيه الدعوه، وان شاء الله دوم التواصل يا ربي. استاذ حيدر، زياره الامامين تمثل رابطه روحيه لكل انسان، انت عندما تزور الامامين عليهم السلام، ما هي مدى علاقتك بالامامين؟ شلون تقدر تشرح لنا العلاقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو أكيد كل موالي ومحب عند قبور أهل البيت عليهم السلام هو الملاذ الآمن إله من متاعب الحياة وظروفها، ولكن أنا شخصيا قبر الإمامين الجوادين عليهم السلام من الذين أمن الله عليهم وجعل بيتي مقارب للصحن الكاظم الشريف، يعني عندي علاقة روحية بيهم، يعني انا تربيت انا بين هاي الجدران واللواوين وهاي ازقه الكاظميه. نعم. ان شاء الله احنا مستمرين بحلقتنا. احبتي المشاهدين، مستمرين معكم حيث للحديث بقيه، تابعونا الى واحه الادب والشعر، لكن بعد هذا الفاصل. من أي أسمائك الحسنى سأبتدئ، فأنت كل ومن غناك يجتزئ، من أين لي رئة تنجي مغامرتي، لأنني لو شربت الشمس أنطفئ. أحبة المشاهدين، عدنا وإياكم لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم الخاصة بولادة مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام. ضيفي لهذا اليوم الشاعر الأستاذ حيدر سليم الكاظمي، فرحبوا به معي أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر. وسهلا بك، شرفتنا بهذا اليوم، وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا لكم، يعني أتقدم بالشكر إلى كادر قناة الجوادين وإلى جنابك الكريم على هذه الاستضافة الجميلة. إن شاء الله، يعني إن شاء الله دور الشباب دور مهم يعني في مجال الشعر، وخاصة في مدينة الكاظمية المقدسة، وإحنا إن شاء الله حبينا نسلط الضوء على هذا الجانب، وانت ان شاء الله تكون خير مثال للشاعر الشاب في مدينه الكاظميه المقدسه. حيدر سليم الكاظمي، كيف ترجم شعوره بهذه الولاده؟ يعني طبعا ابدي وياك بهاي القصيده في مدح امير المؤمنين، عسى ان تلان اعجابكم ان شاء الله. اكيد. اقول منين ابدي وامدحك يا ابو الحسنين، حاير شنو اكتب وابدي بالمطلع، قلت أبدو أقول إن ولد وسط البيت، وجدار الكعبة لجلك يا علي تصدع، قبل هواي قاله هالحكي مجيول، وخافي من كلامي كل شخص يسمع. أقول أنت علي وما سجد للأصنام، أقول أنت علي وما سجد للأصنام، أكبر أنت من هذا وبعد أرفع، يا أصنام هذا وأنت يا كرار، قبل آدم يا حيدر تسجد وتركع. جميل. أقول أنت شجاع وفارس وصنديد، وقول أنباب خيبر بيدك تقلع، غصبا ينخلع بيدك يا أبو الحملات، لو قطب الفلك وياه يتشلع. جميل جميل. أشبهك بالشمس يا غرة التاريخ، وأنت أكبر ومنها بعد أوسع،
نور الشمس هذا هم تحجب الغيم وانت ما يحجبونك تظل تصطع. مو قصدي أغالي بيك لا والله ولا أهجر أبد وبحكي أتفرع، أحكي عن عقل واعي ودليل بهاي. لو أصغر نقول شلون لك ترجع ومن ذيك الشمس قامت تجيب كل يوم تترخص حضرتك يا علي وتطلع. جميل جميل علي أتنفس من هواك وانشق وسير بدربك ولو صعب. وانشق وانشق انصدع بيت الله يا كرار. وانشق وانشق مثل شق راسك بيوم المنين. الله جميل جميل أحسنت أحسنت رائع حقيقة. هاي التداخلات وبعض التساؤلات اللي طرحتها بالقصيدة يعني أكو بيها تأثر من قصيدة عبد الباقي العمري يمكن. صحيح. فهذا اندل فهو يدل على يعني عمق الثقافة وسعة الاطلاع لله. وهذا طبعا شيء جميل أنه شاعر شاب عنده هذا الاطلاع وهذا النمو الفكري داخل القصيدة. اليوم داخل مدينة الكاظمية المقدسة بما أنه أنت شاعر شاب وتمثل فد نموذج واعي بالشعر على مداد واسع من الشعر الكاظمي وعلى أجيال متعاقبة من الشعر، اليوم الشعر شعر الشبابي في الكاظمية شنو الإضافات اللي إضافها عن غيره من الأجيال؟ طبعا هو الشعر بالكاظمية يعني مو مدرسة الكاظمية بالشعر مو جديدة يعني هسه يعني يعني الكاظمية نقول أكثر من 1000 سنة يعني من زمن العصر العباسي مثل ما نقول دي الشريف الرضي الشريف المرتضى إلى الشيخ كاظم الأزري الشريف بن فلاح الكاظمي هؤلاء عظماء وإلى شعراء المنبر الحسيني أساتذتنا والمرحومين الشيخ سيد علي الموسوي رحمة الله على روحه رادود الكاظمية ملا حسن الكاظمي وإلى هسه الموجودين يعني الشعراء يعني معروفة الكاظمية بسلاسة مفرداتها وجمال شعرها. أما نجي على الشباب فأجمل ما بالشباب هم بالكاظمية مواكبين الساحة والحداثة حداثة الساحة يعني أقصد وبنفس الوقت ملتزمين بالمنبر الأصيل يعني هم يمثلون امتداد للأجيال السابقة أكيد. يعني واصلوا المسيرة بالإضافة إلى بعض الأمور اللي استجدوها داخل النص. بالضبط. زين أنت اليوم تكتب النص المنبري اللي هو يقرأ من خلال الرادود وكذلك نص المنصة. المشاهد الكريم يمكن يعني يجوز يصير عنده خلط أو يعني ما يعرف يميز بين هذا هذا اللون وهذا اللون وهذا النموذج وهذا النموذج، شنو اللي يفرق بين قصيدة المنصة وقصيدة المنبر؟ المميزات اللي تتميز بها وأيضا الشكل العام لها يعني الهيكلية الفنية لها. سؤال جميل هذا أستاذ هذا. يعني طبعا هو الشاعر شعر يعني متفق عليه أكيد. ولكن يعني كل واحد يشتغل يعني كل قصيدة لها أدواتها الخاصة. يعني أفضل شيء يعني صنفوا هذا التصنيف من قالوا مثلا شاعر منصة وشاعر منبر، هذا أنا أشوفه يعني تصنيف كل جميل. لأن شاعر المنصة إلقاء يعني هو يعني أدواته مثلا يكتب مثلا قصيدة عمودية هو يعرف يخلي لها أدواتها شنو يأثر بالجمهور من يلقيها الإلقاء ما تختلف. شاعر المنبر لا هو شاعر نصوص يعني شغلته شوية أعقد فبيها مستهل وجسد ومقاصير وربط يعني هاي الأدوات وبيها هواية ألوان المنبر الحسيني. هسه مع الأسف يعني هذا وقتنا الحاضر يعني صارت الشغلة مثل ما نقول انخبطت. شاعر المنصة قام يكتب منبر وهي غلط وإحنا بالعكس نحتاج شاعر المنبر وبنفس الوقت نحتاج شاعر المنصة. زين وشنو الضرب بأنه هو شاعر المنصة نفسه يكتب المنبر؟ واني قلت لك اكو ادواته تختلف. نعم. هذا شعر المنبر متربي هو يعني على المنبر هو بدايته يكتب المنبر فعند المقاصير يعني اكثر شعراء هسه اشوفه مثلا هو يكتب منصه من يجي يكتب القصيده المنبريه الحسينيه يشوف مثلا عنده ضعف يصير بالمقاصير ضعف بالرباط بوحدة الموضوع عدة يتخربط. إيه أكيد هاي فد يعني موضوع كلش مهم. إيه لأن هو أدواته تختلف عن شاعر المنبر.
يعني أنا أفضل يعني شاعر المنصة يعني يشوفه نفس مبدع وعده جمهوره الخاص. يعني أفضل لي يتقرب للشاعر المنبر، لأن أنت هم يعني هم تحتاجك الساحة مثل شاعر المنبر. بس بنفس الوقت يعني أنه لعله الشاعر المنبري اليوم عندما يكتب نص منبري ويعطي لردود معين، بالإضافة يعني لربما يتوجه إلى دعوة بقراءة قصيدة المنصة، لأن هل هنا شاعر المنبر حيفقد يعني الأدوات تكون قليلة بكتابة المنصة؟ هو يكتب يعني هو شاعر المنبر يعني أدواته أصعب من شاعر المنصة. يعني أن سبق وأن قلت لك من قصيدة بيها مستهل وجسد أكيد هاي التفاصيل فصير قصيدة العامود يصير عدة سهلة. نعم. ولكن مو بحرفية شاعر المنصة. شاعر المنصة صورة تختلف، وقلت لك أكو يعني مفردات تنفع للمنصة للمنبر ما تنفع. قلت لك فشاعر المنبر حتى من يكتب القصيدة العامودية مو مثل حرفية شاعر المنصة. زين اليوم في يعني بهاي السنوات اللي مضت، يعني نقول 10 سنوات أو ما سبقها، الشاعر عندما يكتب النص هل هو من يسير الجمهور أم الجمهور يعني هو يسير اللي ما يريد؟ والله يعني مع الأسف يعني مثل ما نقول فد أكثر من 80% يسيرهم الجمهور. يعني كان قبل مثلا الشاعر ورادود يطرحون ثقافتهم، خاصة الشاعر يطرح ثقافته بالشعر وإمكانيته على الجمهور باعتبار أنه هو شاعر يعني بيطلع أكثر من الناس العامة، فيطرح ثقافة مالته، الثقافة الحسينية، يحس ما في داخل العالم يكتبه يصيره. ولكن لسه يعني دا نشوف أكثر شيء مثلا تقول الرادود أو شاعر هاي ليش يكتب، يقول مو هي الساحة يتري الجمهور هيك يريدون. يعني هو يعني انه يعني هو كانما هو خادم للجمهور وليس خادم لاهل البيت. نعم هو انه يعني هم يرضي الجمهور بالمقام فقط. الاول هي خدمه اهل البيت، والثاني الجمهور. يعني هو الجمهور هم يعني نعتبره بانه هو له حق وهم يرغب بسماع بعض الاشياء اللي يريدها، يعني بس مو معناه بانه ينزل الى المستوى اللي يريده، لانه الشاعر يختلف عن غيره من الجمهور، مع يعني جل احترامي لهم. يعني هي المفروض يمشي على هذا، يقول له غاية الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم. يعني كل واحد يريد شيء، المفروض يعني هو يسمع من ذاك ومن هذا، ولكن أنت بالأخير أنت تكتب القصيدة. نعم. وأنت المسؤول، أي غلط هو المسؤول يصير الشاعر أو الرادود. زين يعني هاي مثلا مطالبات الجمهور، أنه هل بأنه لعله يستصعب النص من الشاعر أو عدم فهمه فيطلب منه مثلاً طلب، هذا يطلب من عنده قصيدة معينة أنه يكتب بهذا اللون بهذا النفس الشعري؟ وقلت لك أكيد يعني أكثر من 80% هي شيء يصير يعني يعرف فلان مكان يكتب لازم هيك نفس شعري حتى يرضي الجمهور مال هذا المكان وفلان مكان وهذا. هي لازم بالعكس يعني مفروض ثقافتك وعطائك تقدمه للجمهور وليس أنت تمشي على يعني ما يرغب به الجمهور. ما يرغب به الجمهور. يعني بالمقام الأول الشاعر هو سيد الموقف. بالضبط. يعني اليوم. الشاعر والرادود، لأن باعتبار إحنا. يعني. نقول المنبر. لا تتجزأ. أي يعني مشترك الشغلة. زين. إن شاء الله إحنا مستمرين بالمحاور مالتنا، ولكن نأخذ فاصل إن شاء الله نعود لاستكمال حديثنا. أحبة المشاهدين ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. أحبة المشاهدين عدنا وإياكم لاستكمال حلقتنا، وضيفي لهذا اليوم حيدر سليم الكاظمي. أستاذ حيدر، يعني ألوان الشعر كثيرة ومتعددة، ولكن يعني مثل ما أعرف عن جنابك بأنه تكتب فد لونين أو ثلاثة، يعني نوعا ما مو كل الشعراء يكتبون، اللي هو لون الأندلسي، الشعر الموشح الأندلسي والموال الزهيري. هذا شنو اللي يميزه عن بقية أصنافه من الشعر؟
والله أنا قبل فترة يعني أسمع شاعر، أسمع على مقطع على يوتيوب، فدي أقرأ، هو أندلس طبعا، ما راح من باله هو اسم الشاعر، فيقول يقول اللي يكتب الأندلسي واللي ما يعرفه هذا مو شاعر. طبعا هذا رأيي الخاص، أنا مو يعني أقول مثل رأيه. الأندلسي أسلوب جميل كلش، بس مزعج بالكتابة، فأكثر الشعراء يشوفوا ما يستخدموا. لزهيري أيضا مزعجة أيضا مزعج بالكتابة، يعني يتخلص يقول لك اكتب أبودي وهذا، يعني قليل كلش هسه ذني الألوان دي يستخدموها. فأنا أكثر شيء هم هذا القصائد مثلا الأندلسي، يعني يستخدمون القصائد الاجتماعية. لزهيرة هم يستخدمون الأغراض الاجتماعية أو مثل الشعبي أو زين. كتبت شيء بهذا الخصوص، يعني بأنه تضمين المثل الشعبي أو ما شاكله بداخل نص الزهيري؟ يعني هو تضمين الأمثال الشعبية، يعني ما تختصر فقط على الزهيري، في كل القصائد تكتب يعني. ولكن الزهيري يضيف إلى في الجمالية، لأنه يعني يعتبر موضوع ويختصره بهذن الأبيات. يعني أروع، يعني أتذكر أنا أروع ما حد أو أروع ما كتب الزهيري بالمثل الشعبي المرحوم زاير الدويتش رحمة الله، زاير الدويتش والشاعر الأستاذ الأديب جابر الكاظمي. نعم. يعني عندهم كل مثل شعبي وعليه. إيه، لأن تحتاج إلى حرفية، تحتاج إلى أنه كيف يدخل هذا المثل بصياغة أدبية. يعني مثلا أقول يا قلبي، يا قلبي كافي بعد من الملامة جوز. نعم. وعديه درب الألم وبكل رحابة جوز. بالظن قضيت العمر يمكن وظن وجوز، قضيت عمرك قهر بس حزن تالي وهم. جميل. اصحى على نفسك بعد عزمك دي شده وهم وهم، ولا تنخدع بالنظر بالك يخدعك وهم، مو كل شيء يلمع ذهب ولا كل يمدع بالجوز. جميل جميل جميل، لطيف لطيف. ولا امير المؤمنين عليه السلام هذا الموال اقرا لكم، يقول جفني جره يا علي يجري دمع وادم، وتعودت على الحزن وياي بقى وادم وادم، ما رحم بي الدهر ولا ترحم الوادم، بالدنيا ماكو فرح لهذا القلب يونس، وما اقدر اعوف الحزن منه ابد. يونس يونس انخيتك يمن يا علي بيك انت خيونس، يونس ونوح انت خاك ونس ونجياب الحسن وادم. جميل جميل، نوح جميل انت خاك ونجياب الحسن جميل وادم. يعني هذا اليوم اللون حقيقه، يعني مو اقول ما اقدر اقول ما يقدر يكتبه، انما يتوفق لكتابته، لان حقيقه هيك الوان بالشعر وهيك اصناف يعني تحتاج الى انه حرفيه وبنفس الوقت توفيق ليكتب هيك لون. اليوم يعني تعرجنا من الموال الى فد موضوع ثاني، يعني انه اليوم داخل الساحه الحسينيه او الساحه الشعريه عامه تطلق كلمه الاديب والاستاذ. انت برايك اليوم هاي الكلمة من تطلق على، يعني اليوم مثلا من أقول الأديب حيدر سليم الكاظمي، هنا دا أحملك مسؤولية كلش كبيرة، هاي الكلمة علي من نطلقها؟ من يستحق أن يتسمى بالأديب أو الأستاذ؟ يعني أنا أول ما سمعت يعني طلقت كلمة الأديب ذاني، أول واحد سمعته يقولوا له الأديب نجيب محفوظ الكاتب المصري وطه حسين. يعني على الأقل الأديب يكون يعني من ناحية الشعر نجي، على الأقل على الأقل دارس الأدب العربي ويكتب القصيدة الفصيحة. نعم. طبعا هو ما يختصر فقط على الشعر، على الرواية، على القصة، على العمود، على النثر، جميع النقد الأدبي، أي نقد التاريخي، هاي كله يعني يختص بها الأدب العربي. ولكن سمرات أسمع ثنا هو شاعر شعبي، يعني الشاعر الشعبي مع احترامي وأجلي للشعراء الشعبيين، الشعر الشعبي فن من فنون الشعر في العراق. أكيد. وكل الدول هناك يعني أكو شعر شعبي، ولكن ما يصير يطلقون على الشاعر الشعبي صحول الأديب.
يعني ما تترهم الأديب، لأن هو الأديب يعني يختص فقط باللغة الأم، اللغة العربية، اللغة الفصحى. اللغة الفصحى يعني هنا بأنه يعني الإنسان عندما يطلق على نفسه الأديب أو الأستاذ أو الناس تطلق إلى هذا، يعني حط نفسه بمحط كلش صعب. أكيد هي مو سهلة كلمة أديب ولا أستاذ كلمة سهلة. يعني أنا اليوم مثلا من أسمع أنه الأديب وأني عندي فد مسألة باللغة أو مسألة مثلا أتحرى عن شاعر، لازم يكون عنده معلومة دقيقة بهذا الخصوص. أكيد. زين أستاذ حيدر، حاولت بأنه القصائد لقصائد المنبر الحسيني وما بعدها وما يكتب الآن، يعني أنتوا اليوم القصائد اللي تكتبوها حاولتوا بأنه أو تفكرون بأنه تجعلون من هاي القصائد تمثيل درامي، بأنه القصيدة المنبرية تبوب إلى أنه تكون على شكل مشاهد درامية؟ يعني هي القصيدة المنبرية يعني هو نص درامي كامل. يعني أكو بعض القصائد سيناريو، يعني لو يجي واحد يعني يقدر يمثل مسرحية أو كذا، بس هناك يعني ألوان يعني هسه اختفت مدى أشوف يكتبوها. يعني المسرحية الشعرية أو والملحمة والبانورامات هاي كانت تكتب قبل، يعني أخير عهد يمكن أيام التسعينات. يعني أستاذي كبير أستاذ طالب الكامل الله يحفظه، أوجه له تحية طبعا من خلال برنامج الله يحفظه أستاذ العزيز، عدة مسرحيات شعرية وكان يسوي بانورامات شعرية وموجودة يعني هاي حتى بالشعر الشعبي في العراق كله، مو فقط يعني عاد الشعر الحسيني. يعني هسه مدى أشوفان شعر مسرحيات شعرية. زين هل هذا اللون ناجح هو برأيك؟ أكيد. زين فد مثال لهذا الشيء، يعني كبيت شعر أو شيء منظوم تتذكر شيء لهذا؟ صراحة القصائد كثيرة، يعني بيها مثل ما نقول سيناريو يجي بيها. مثلا يعني أكثر واحد قصائد يعني تيجي للأستاذ جابر كاظمي أبو علي. نعم. الله يحفظه. الله يحفظه. وهم موجه لتحلي تحية من خلال برنامجكم. يعني عنده قصائد مرات أصلا عليها سيناريو كامل. مثلا حومة وغبار الخيل ظل يتناثر ووجه المعارك بالغبار تغير، لن جابوا من الحرب جسمي الأكبر خلوه بالفسطاط دام معفر، اجتمعت على الجثمان فتية حيدر ونشوف منهم يا أمر يتقرر. مثلا هاي القصيدة شوف حومة وغبار دي شون دي يمثل لك الصورة، يعني حتى الغبار هم مناس يعني بالقصيدة، يعني ده ينطيك تفاصيل دقيقة مسرح سيناريو كامل. جميل. يعني جميل جميل، مع أنه هيك يعني هذا الكلام يعني حتى الصورة تكون أوسع بالوصول إلى المستمع، لأنه نص سردي تاريخي على شكل أدبي وبنفس الوقت سيناريو حواري. أكيد. يعني هذا الشيء جميل لو يعني يتناول بعض الشعراء، وأتمنى يعني من خلالك من خلال كثير من الأسماء أنه يطرح هذا اللون، يعني حقيقة لون يجمع كثير من جماليات الشعر. اليوم حيدر السليم من يكتب الشعر لابد كل شاعر له طموح، شنو طموح حيدر السليم بالشعر؟ إلى أين يريد يصل؟ والله هي بالمقام الأول، يعني القصائد احنا نكتبها عندنا مثل ما نقول حالة حال عندنا الصلاة والصوم عن ما احتفظ طبعا المقامات والهذا، يعني نسأل من الله القبول وحسن العاقبة. أكيد أكيد، لأنه القبول يعني المركز الأول. يعني نرجوها. أكيد القبول المركز الأول. إيه. ثاني شيء هو الشعر، يعني هو شعور جميل يعني ما يحس به إلا الشاعر، وخدمة الحسين جميلة. جميل. بيها معاني وتفاصيل وتعيش به، تعيش وكأنما أنت بالحادثة. ثالث شيء يعني أمثل قول فد امتداد لمدرسة. إن شاء الله نكون على حسن الظن، يعني نكمل مسيرة هذه المدرسة. يعني ترغب بأن قصيدتك توصل إلى العالمية، يعني كشكل رسالة بأنه اليوم حيدر السليم الكاظمي؟ والله هو كل شخص يتمنى هذه أستاذ هذه، بس
بهذا وقتنا حاضر صعب كلش كلش صعب. يعني تسألنهم على الأسباب، يعني صحيح أكو إعلام وأكو مفتوح مثلاً ثم نقول وسائل التواصل الاجتماعي ولكن الكثرة. جميل. يعني قبل أنا أتذكر كشعراء المنبر الحسيني، المدارس الحسينية الشعرية، نجف، كاظمية، كربلاء، يعني أكثر شيء هاي المناطق كانوا مشهورين بالشعراء الحسينيين. وطبعا هاي الثلاث مناطق كلهم يعني مثلا أبو كاظمية يعرفون شعراء كربلاء، وشعراء كربلاء يعرفون بالكاظمية، تواصل موجود، أكو تواصل، شعراء النجف هم كذلك يعرفون. هسه صار يعني ما شاء الله كل منطقة، هسه بغداد عندك مثلا بربك مثال الشعلة بها رابطة شعراء ورواديد، مدينة الصدر بها رابطة شعراء ورواديد، بغداد جديدة، الشعب في كل مكان هيئة ورابطة شعراء ورواديد، بحيث هاي قبل كانت قليلة كلش. أكثر شيء كانت تلقيها قلت لك بالمناطق المقدسة. ما شاء الله غير المحافظات الجنوب يعني كل هاي الروابط الأدبية يعني. ولكن يبقى الشاعر بأنه يتمنى بأنه تصل قصيدته من أجل أنه يوصل رسالة من خلالها. طبعا يعني احنا دائما الوقت يداهمنا والدقائق الجميلة دائما ما تمر بسرعة، ولكن إن شاء الله نتمنى بأنه تكون إن لقاءات جديدة إن شاء الله. وقبل ما نختم الحلقة نحب نسمع منك شيء ما تجود به علينا، نحب أسمع موال من عندك. موال؟ نعم. يعني هنا من باب الموال في قول في الحكمة أو نعم في وجداني، أقول خاف الله يا أهل البشر، قدس مقامه وهب، أنعم عليك بنعم ملكك كل شيء وهب، بالدنيا مرشن اسم واحمل معاني وهب، وللخير اسعى وجد، وللناس دومك سعد، تربح الجنة إلك وتشوف فيها سعد سعد، ولا تصير بالك مثل ذاك عمر بن سعد، بالدنيا قدوة أخذ ذاك المسيح وهب. جميل. بالدنيا جميل. قدوة أخذ ذاك جميل المسيح جميل. وهب. طبعا باسمي وباسم كادر الموجود داخل قناة الجوادين أقدم لك الشكر لهذا الوجود ولتلبية الدعوة، وإن شاء الله يا ربي دام التواصل. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهر القافية، فإلى لقاءات جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.